الصويرة. صباح الخير عليك يا أحمد. نعم يا غصون، نعم يا عمر، صباح الخير عليكم، صباح المحبة والسعادة والسلام، وحياكم الله بالميدان. اليوم في الميدان تواجدنا بمنطقة مو بعيدة كلش عن بغداد، 30 كيلو تقريبا أو كنا 35 كيلو. أنا زرت هاي المنطقة قبل فترة إذا تتذكرون بالشتوية، وكانت الشوارع بالقوة تنطب. اليوم نفس الحالة، بنفس الشوارع اللي دخلنا بيها، نفس بصراحة نفس الوضع، ما متغير أي شيء، وأيضا فايضة من المجاري. وأنا وقفت هنا بهذا المكان حتى أنطيكم إنه المكان هذا شنو. هذا المكان السوق الرئيسي للمنطقة، ومثل ما نسولف نقول هذا لبة المنطقة، هذا هنا اللي يتباهون بيها. بصراحة هذا الواقع اللي موجود بالصويرة، حتى الناس تشوف انه المحافظات والأقضية والنواحي اللي موجودة من الطبون وتشوفونها تشوفوها بصورة بائسة. بصراحة انا سولفت ويا الناس اللي موجودين بهذا المقهى، وراح اسولف وياهم هسه ومع الناس ونسولف. شلونك عمي؟ انا يا عمي اخبارك؟ مرحبا، اهلا وسهلا. يا هلا، مرحبا، مية ثلا بيكم، منا كل هنا، حياك الله يا طيب، وجيتكم هاي شرف لنا. الله يخليك. بس تشوفونا يعني هاي الشغله اللي صارت، يعني اول المجاري ماكو، خربين الولايه، شغل ماكو، عمل ماكو، تبليط ماكو، كهرباء ماكو، يعني الكهرباء تجيك يعني اجهزه احترقت من وراء الكهرباء، يعني تجيك عالي عالي. معقوله هو ماكو صيانه بالشارع؟ ماكو نهائيا. هسه انت شفت هذا الشارع وجيت بيه، وهاي هذا التبليط صار له سنه، يعني هذا تبليط ما سنه، هذا على وش القاع، يعني لا حطوا حصائر هاي من البي ار سي جواه، لا صبوا، لا حد ولا حد لي شو ما كان، بس مجرد دعايه انتخابيه، للدعايه الانتخابيه سووه هذا الشارع وهذاك الشارع هناك. هاي مال الصيدليات، هسه طب بشارع الصيدليات كله مخسف وكله طسات، يعني شغله. هاي الشوارع الرئيسيه. بس انا اقول لك، انا نشكر الله ونشكر بيت ابو الكبه، اشتغلوا حي الأسرة شغل مال اوادم، الله وبني ادم يرضى عليه. بيت ام الكبه منطقتهم حي الأسرة، عندهم جماعه بالمجلس البلدي، وعندهم بالقيم المقاميه، وعندهم هذول ناس، وهم منهم لهم واشتغلوها. اذا مشتغلين زين جزاهم الله خير. اي يعني مشتغلين مال الله، شغل كل زين. الشركات هنا صينيه، الشركه الصينيه، يعني شركه عراقيه تخلي بحي الأسرة كل فرعين منهوله، كل فرعين من هولا مسؤول كلامه، واجوا الصينيين وقالوا له ما يصير هذا الشغل. قال له وين هذا؟ قال له وين هذا اللي يعني فرعين من هولا؟ خمس من هولات نقص. واجوا الصينيين ما قبلوا على العراقيين، خلوا هسه كل فرع بيه من هولا. انت ليش تطبق فرع كامل بيه من هولا؟ يعني اي هو كل فرع من هولا صارت بيه، يعني من هولا من هذول الكبار، فروع له مو طوال ولا اكبر، يعني مسافه قريبه، يعني ممكن كلش بعيده تقول. ايه انا لازم اعطي مجال للناس. تحياتي. اهلا يا حبيب عمي، الله يساعدهم. تفضل، تعال 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 عمي، تعال. شلونك عمي؟ شو اخبارك حبيبي؟ شلون الصحه؟ شلون صحتك؟ يابا احنا بالنسبه للقضاء تعبان، هذا ما يدري شغله بيه، كله تعبان، مجاري البلديه، بالنسبه للتربيه صفر، التربيه صفر، يعني شوف باوع، فلشوا المدارس ذيك يعني المبنيه قديمه، هاي اقدم مدرسه، شوف الكبار ذيك، هاي بزمن عبد الكريم قاسم انبنت، ما فلشوها، فلشوا المبنيات جديده وعافوها، نسوا التربيه صفر، كل صف بي 60 70 طالب، والله العظيم، والله 70 و60 طالب بالصف، زين؟ كون على ثقه بالله العظيم، يعني التربيه فاشله كلش، يعني التربيه متره بشاره. المستشفى ما عندناش. ايه تروح تشوفه، تروح شوف المستشفى، شوف. اولا قواك الله، شلون عافيتك؟ انا عدت السياره جاتك على شغله واحده خدمتك. انا زول، احنا بس شيء واحد هسه نقول الحمد لله والشكر، عندنا مرور الحمد لله والشكر، عندنا شرطه الحمد لله والشكر على روسنا، وامان موجود، امان موجود، موفرين الامان، الشرطه والمرور موفرين كل شيء الحمد لله والشكر على روسنا. بس احنا شوارعنا تعبانه، تكسرنا، احنا تكسرنا، مستشفى تروح تاخذ علاج ماكو تنطي باص، ماكو علاج، تروح لل 3000
ماكو علاج. يعني شنو الخدمات البصوره؟ ماكو خدمات، ما خدمت. قلت لك بس عندنا الشرطه والمرور، لا هذول على راسي، يعني موفرين كل شيء لنا، امان كل شيء موفرينه. من وصلكم من المحافظه؟ ما حد وصل. انت ليش؟ ما حد وصل. هسه انت صوري هنا مو؟ امشي وصور الشوارع قدامك، بس اريد منك هاي. انطي والله عن هذا الشارع. سولف. مت خادمك. قطعات بصار سنتين، قدمت الرعايه بالكوت وسدوها علي، ودي اسوي معتبر. المن اقدم اعتراف؟ اعتراف نفس الدائره. حجي شلونك عمي؟ عمي بلا زحمه، بلا زحمه، انا عندي 37 سنه. شت ماخذ 350 الف دينار. شنو ينموني هن؟ شنو خدمتك؟ خدمت 37 سنه. وين؟ بناء بالصويره. اي والله. بالصحه بالصحه كنت. اي 37 سنه. اي والله. اي وبعد ما اقول لك انا على اساس انه يساعدونكم انتم المتقاعدين. والله ما عندنا شيء. والله هاي مروت الله ومروتك، الله يخلي عمرك. انت الداعي نغاد. اشكرك خدمتك. اشكرك. شلونك؟ الله يساعدك عمي. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ شلونك عمو؟ تعال ان شاء الله. شلونك؟ انا متقاعد. اي راتبي ما يصفى لي من عنده، ماخذ سلفه من عنده ما يصفى لي 190 الف، وعائلة عندي بها 10 نفرات. إل من تطيهن 190؟ إل من تطيهن؟ يعيشن عائلة؟ لا والله ما. ها؟ بالله ما يعيش. وإحنا نريد أنتم سلف وياك. أنت ماخذ سلف؟ إيه. من يا مصرف؟ مصرف الرافدين. إيش قد الفوائد والله مالك؟ فوائد هواية. النص ياخذون فوائد. نص نص عدل. نص عدل. إيش قد استلمت؟ 10. إيش قد أخذوا؟ ياخذون 7 ملايين. لا والله. والله زين. ماكو انصاف، ماكو انصاف. لازم احنا الشريحه المتقاعده لازم احنا خدمنا بالدوله. هاي عمرنا، ما بينا نمشي. عمر 30 سنه زين. اي لازم الدوله ترعانا. اي ترعانا. خو ما تخلي عقطنا على صفحه وما حد بحالنا. احنا ليش ما خدمنا بهالدوله هاي؟ طلعوا مظاهرات متقاعدين بغداد، وعلى اساس انه اكو خبر انه يصعدونهم، يسوونهم ادنى شيء 750 الف خدمه 30 سنه وغيره. والله والله تطبق ما تصير. والله ما تصير. لا ما تصير. ما تصير من الدوله هاي مالتنا. ما تصير بصراحه. اي بصراحه. اي قضاء. هو قضاء صلح يمكن. اي حياك الله حجي. عليكم السلام. انا عندي 5 نفرات. خمس نفرات وعندي راتب ينطوني 195 كل شهرين. اي وما يسوى لي، وقاعده بالتجاوز وحالتي تعبانه وعندي مرضى. كل شهرين ينطوني 195 وانا 5 نفرات وما يكفي النستال، وقاعده بالتجاوز والله العظيم. والله احنا اللي نقدر عليه نقدر، يعني اذا ما عندك رعايه نقدر. لا عندي مراعي بس قليلات. كل شهرين 195 من 5 نفرات. يعني 100 الف يعني ما اعرف شلون مقسمينها والله ما ادري. يعني شو يشتري بها؟ يعني يشتري ياكل نستله شهر كامل؟ والله ما ادري بيش يحسبها. عنده 5 نفرات وقاعده بتجاز وحالته تعبانه والله العظيم. الله يكون بعونك. الله خادم بعد قلب. الله يسعدك. نطلب منك المساعده. حياك الله. وحين باك عندي ابن اختي هم قاعد بتجاوز قطيع وحالته تعبانه وعنده كومة اطفال. انا بخدمتك. خادم ما عنده راتب. شهد الله. ما عنده. اعطيك اسمه يعني؟ هسه دقيقه. الله يساعدك عمي. حياك الله. اهلا يا مرحبا بكم. اخرتك قادنا للشرق. اهلا مرحبا. الف هلا يا استاذ. بالنسبه للمتقاعدين، المتقاعدين هو ياخذ 400. ال 400 ينطي منه 200 اجار، وعنده مثلا الدكتور الكشفيه مالته 25. هاي وحده. يروح للمستشفى ياخذون منه باص ب 3000 دينار. ادري شو يسوي له ال 400؟ ال 400 هم ما يحاسبون انفسهم لما ياخذون بالشهر 40 مليون؟ ذاك اليوم العيدية مال الأرامل ينطونها ويقصونها منهم. ها؟ وهو ياخذ عيديته 25 مليون وطيارة وإجازة شهر. هي هاي هي حق الله؟ مو هذا حق الله عمي. عمي معاتب. نعاتب؟ إي نعاتبهم، لكن العتب شي يفيد؟ ما بيه فايدة. العتب ما بيه فايدة. مشكلة. إي. جوكم لهنا؟ جوكم لهنا؟ ما جونا. من يجي؟ النواب هنا من المنطقة صعدوا؟ ما حد صعد. ما حد وصل. ولا واحد وصل. والله ذاته كم مزوديه هيجي. اي اليوم اللي يجي كل من الا والربعه. اي ماكو واحد يشعر بال يحلف بكلام الله يطلع قبر. تقدر شغلته يعوفه. اي كلام الله. اي لا شو سوي له هذا؟ دمتم
دائمين واهلا وسهلا بكم وحياكم الله وشرفتونا واهلا وسهلا الشرب. وكل خطوه بهدمه يا مرحبا الف هلا حبيبي عمي الله يسعدك حبيبي شلونك عمي السلام عليكم عليكم السلام والرحمه انت تحكون عن المتقاعدين احنا نحكي عن بشكل عام على شكل عام أي. اللي شفناه احنا صار لنا اليوم 15 سنه أي. اكو فصيلين بالعراق واحد ياخذ 800 واحد ياخذ 400 الله يرضى محمد يرضى اكو قانون هيك بالعالم كله اسالك بالله ماكو قانون لو كلهم ليش احنا قدماء واخيرين واولين ليش يعني شنو ذنبنا احنا ليش شنو الذنب اللي سوينا احنا قد خدمتك عمي والله خدمتي انا فعليه 30 سنه فعليه 30 سنه خدمتي ها 400 دينار 400000 دينار شو يسوون المن نطين المن نطين والله شلون مقسمين بالله كريم انه بقطعوا من عندنا للحشد ما عادوا ان ليش عادوا كل الموظفين وان ما عادوا ان والله 50000 دينار 50000 وحق رسول الله وحق رسول الله 50000 بس شهرين مستمره بالشهرين 50000 دينار كان يقصون عندنا بالشهرين زين وما عادوا ما عادوا لنا بس شهر ما ادري شهرين ليش ما عادوا لنا مو قرضه من عندنا ما انطيناهن وسدينا خله غير يرجعون لنا يا عمي المن نحكي ما تقول لي المن نحكي والله رسائلكم مباشر يعني ما بيها لا منا ولا منا مباشر وحتى الناس جزاء ان توصلون صوتنا للمسؤولين نعطي مجال تفضل الحجية تفضل لا الحجية دقيقة هسه بنكمل احنا وياكم باقين الله يساعدك حجية اهلا وسهلا شرفتنا شلونك اهلا بيكم ويا تلا الله يسلمك منطقة اهلا وسهلا والله ضيفنا الصورة كريمة والله هي وناسها وأهلها إكرام وإشراف وبسنخاهم وطيبين كلهم والحمد لله والشكر بس إحنا نعاني من الكهرباء والخدمات ماكو أي خاصة حي العسكري يعني المستشفى يعني تروح لتطي باص 3000 تلزم سرة ساعتين بس مسكنات أي والله هاي هي وأنا سواها بي والله قلت له لو جايتك للعيادة تطيني مسكن أنا مفاصل وجيتك صافن بوجهي اي يعني ماكو دواء ماكو اي المهم العالم تعبانه العالم ما عدها الشباب كلها قاعده تاسه القهاوي معاناه يعني الخدمات ماكو خاصه الكهرباء حرب نفسي الكهرباء نعاني الصوره تعاني من الكهرباء اي المي هم ماكو تعال طب الحي العسكري ترابه لا والله صيف وشتاء جزيره عرعر حي العسكري جزيره عرعر ترابه لا شوارع بس حي الاسره قالوا المدير مال البلدية ساكن بها روح الحي الأسرة وشوف التبليط والمجاري يعني إذا ساكن بالمكان اي والله هاي كلها تشد زين والله العظيم زين انا عاني يعني من الخدمات يعني فد مرة وعاني من الشباب وذول اهل البسطيات خطية يعني شنو ذنب يجيب 2003 يجون اهل البلدية يشيلون بسطيته ليش وين يروح انا من الناس ما عندي معين عندي بنية طالبة وعندي راتب رعاية ما يكفيني هل هالله بالمروة واناشد الوزراء اني براتب الرعايه للفقره يعني يزودونه يشوفوا شلون يسوون نحل يطون رواتب ما اعرف اي والله شاكر فضلك مئة اهلا وسهلا هلا بيك خالد شلونك عمي اهلا وسهلا شلون صحتك الله يخليك انا المواطن عجيل عبد خلف محمد من قضاء الصويره حياك الله والنعم عن الخدمات المي والكهرباء والشوارع والمدارس اللي صار لها 12 سنه صابين بس القاعده مالك المدارس بس القاعدة مصبوبة بحي لا تفضلوا وياي بحي الربيع بس القاعدة أو وحدة هيكل هسه أو عايفينها وحدة بحي السلام وعايفينها وحدة بحي الزهور صار 4 سنوات حديد وعايفينها 2 بالولاية بس هيكل وعايفينها 11 مدرسة أنا عندي كتابية وليست جاهزة مستوصف انهجر وراح جابوا كرفانات للمواطنين بحي الزهور وحطوا كرفانات والمستوصف انهجر مستوصف كرفانات لا هذا ثاني جابوا كرفانات والاول انهجر وانهدم وعافوه قديم كهرباء تجينا ساعة نص ساعة وطفت تجينا 5 دقائق وطفت تجينا ربع ساعة وطفت الكهرباء الحرب النفسية الشوارع صار لها 35 سنة تبليط ماكو أرطفة ماكو كل المعاناة ماكو قاعدين بالتجاوز وما نعرف قرار الدولة شنو كل يوم يجونا سووا كتاب سووا استمارة وراح نعطيكم وكذب ماكو على
اساس يملكوها. اي ملكونا لو لو يملكونا لو يشيلونا وينطونا. الريد ما نظل لا للسماء ولا للقاع قاعدين، يعني هيش قاعدين على الهواء. ما يصير قاعدين. ها؟ ما يصير. هل يصير؟ تروح للمستشفى باص ب 3000 دينار. ورقة مكتوبة بها اسمك وورقتين ما مكتوبة، ليش هاي يابا؟ يقول والله هاي احنا الماشي عندنا هالشكل، تروح تلزم سرة على الدكتور. ساعتين ساعتين ونص ما يلحقك السرة. يعطيك حبايتين ويقول لك الله وياك من الصيدلية. تروح برا للدكتور هو نفسه، تروح للعيادة الكشفية مالتها 25 ألف، يكتب لك ورقة كشف وكتب لك الورقة. تروح للصيدلية شيل لك 50 55 100 125 ألف أدوية. هذا الوضع مال الناس التعبان، هذا الوضع. احنا ناس فقراء ما عندنا، متقاعدين وما عندنا، وخدمنا الدولة بأنه خادمين كذب، بأنه كل شيء ماكو. لا وجودك. وهاي حياتنا. الله يكرمك. هاي حياتنا. شوف هالشمس والدق، وهاي الناس كلها رواتب. ليش صار لهم 3 أيام بالشهر؟ ليش رواتب ما يصرفونا؟ منين ناكل؟ سووها شهر الشهرين قلنا ما يخالف، سووها شهر هسه اليوم 6 أيام ماكو راتب، ليش؟ منين ناكل؟ نروح نبوق؟ لو نبوق، لو نقتل، لو نسلب، كل هاي المراحل ما له غير هاي. اليوم 3 أيام ماكو راتب، ابن عمي ليش؟ ناكل هوا؟ ناكل هوا؟ الله يكرم عونكم. ها؟ كيلو بشتة بألف دينار، كيلو طماطم بألف دينار، كيلو باذنجان بألف دينار. ليش؟ يقول لي صار لي صار لي احنا مو عراقيين؟ خلي منحوني جنسية اطلع خارج العراق، خلي انطوني جنسية اطلع. اي اطلع، لأنه ما اريد انا لا طفل عندي وما عايشهم او ثلاثة وما عايشهم. هاي شوف الشباب كلها قاعدة على الطالة بطالة، هاي شوفها ظله يا قهاوي بالشمس قاعده، بالشمس هنا قاعده بالشمس. ليش؟ خريجه عنده شهاده وما يتعين، تروح الا بواسطه والا مبلغ والا على كذا يلا تتعين. ليش هاي كله؟ شوفها ما عدا شهادات. ليش؟ حرام. احنا مو عراق، احنا العراق اهل الخير واهل الواردات واهل النفط واهل الدنيا. ليش ما عندنا للرئاسات الثلاث؟ ليش؟ عم زنت تحكي بيهن للرئاسات الثلاث؟ ما حد مطيح حظ العراق غير ثلاثة الرئاسات الثلاث: مجلس النواب، مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية. هذول دمروا العراق وإحنا محكومين مرهونين للأكراد. الأكراد ما خلوا كل شيء عنك. البارحة يريد يرفع العلم، يريد يرفع العلم الكردستاني بالمثنى. أنت والمثنى شنو؟ والأخ المحافظ ما استحى على غيرته ولا شريف، مطينا بيت بأربيل حتى هو وعائلته يحط هذا بالسجن ويعتذر للكردستان. ولكم دكافي عاد، مو دمرتوا العراق، العراق تدمر من وراكم. يا هل يجي وقال لك آني والله الأحزاب الإسلامية دمرت العراق من كل الطوائف. ايش تتأمل؟ وصارت أخرب الانتخابات وانتخبت الشعب العراقي. كل الشعب العراقي جبان اللي يروح للانتخابات وينتخب لا ما مو قالوا 70% تغيرت الوجوه؟ اجوا اخره كلهم انهابيه. هذا واحد منهم تدري اعطيك اياها، قشره بشعر راسه، تدري ايش قد صرف لمجلس النواب؟ 60 مليون. يكلب ابن الكلب. احنا عمي نعتذر على هذا يعني بهذه الكلمات بصراحه، لان الناس تشوفنا وناس اطفال ونساء جاي يباوعون. واني اشكرك، انت بينك وبين عبد الكريم قاسم شوفها 100 متر. شوف الصرح اللي سواه عبد الكريم قاسم. هاي وينها قدامك؟ وجه الكاميرا عليها راح تشوف بهذا الاتجاه. وجهها بهالاتجاه هذه. اي هذول اجوا وسووا لي شارع بلاط، مدرسة بنوا، هدموا لهم بالصويرة، بس الصويرة اسمن مدارس ما بنوهن ولا والله حملة الهدم والبناء السيد المالك المحترم. ولا أحكي أنا عندي 3 معدومين بحزب الدعوة من وراء المال، قعدت المالك وغير المالكي على الكرسي نهبونا شكوا. وأنا أشكرك. حياك الله عمي، نحترم كل آراء اللي تنطرح في الميدان، هذه آراء مواطنين ونحترمها بكل تفاصيلها. الله يساعدك.
عمي هلا مرحبا. هلا مرحبا. اخبارك؟ والله احنا شيء عام يعني على نقول هاي المدينه صوره يعني مدينه كريم قاسم الله يرحمه الشهيد البطل اللي قتلوه مخانير جبناه خشون اللي شارع مبلط لا موي يعني كلها طسات نير ما تروح تروح شوف هساكم محافظات مو الدبون وغير الدبوني يعجبك بس تمشي بالشارع مالها يعني تحزون الدبون وغيرها وغيرها اي طبعا والله يعني تريد طريق تطلع فرع تروح على قرايب على صديق ماكو جيب الله الكاميرا على هذا الفرع اذا تسمح لي تمشي وياك تعال بالله على وتعال خلينا نشوف هذا الفرع بالله الله يساعدك عمي هلا عمي شلون عافيتك ان شاء الله زين نريد نشوف الفرع بالله شلون شغلكم انتم شباب تعبانين عمي شو الله يكون بعونكم والله بهذه الصورة المباشرة حتى نكون منصفين إذا تسمح لي بالتاكسي شوي هذه الكاميرا أحد الأفرع اللي موجودة هاي أفرع رئيسية هسه نسولف نقول تربانتها الذري خافهم بال 2019 بهذا الوضع أغلب الأفرع اللي بهاي المنطقة مثل هذا اللي تشوفونه الآن بصراحة حتى ما نسد الطريق ما نسد الطريق زميلي علي إذا تسمح لي علي هنا تعالي بهذا الاتجاه علي حتى نكون واضحين مع الناس وبين الناس ونسولف وحكينا ان شاء الله يوصل احنا رسالتنا وحده رسالتنا ان نوصل اصوات هاي الناس اللي ممكن انتم ما زايرينهم ما واصلينهم بعد ما صرتوا بمكانات وصرتوا مدراء عامين على الاقل زياره هاي الناس واجب زميل علي تعال من اخوي الله يساعدهم شباب شلونك قلبك؟ شلونك خوي؟ شلونك زين الله يسلمك؟ رحم الله والديك. مرتاح ان شاء الله. رحم الله والديك. شلونك شغلك؟ الله يسلمك. هل تشوف الولاية هاي؟ صفر بصفر بصفر. والله شو ما ادري يعني كلها هاي كان اي والله صفر. صفر وهاي في تربيها. اي شوف باوع عليها باوع باوع الله عليك. يعني انا طبيت بالفرع وشفت. الله عليك باوع يعني هاي يعني مواردها هسه الحكومية توديها للكوت بالشهر مليارين ثلاثة تعطي حتى المرافقات مأجريها مال الدولة. لا شارع لا خدمات لا شيء سياراتنا تبهدلت بشرنا تبهدل هسه تريد طب للمستشفى تروح للمستشفى تفطر 70 شارع يلا توصل للمستشفى كلها مسدده اي مسدده عود يسوون مجاري سووا هاي لاكو خطط يفتحون شوارع كلها صفر بصفر ابن عمي كهرباء صفر بيناتنا الله ياخذون منكم جباي ما كهرباء جي جاي ياخذون جباي توصل والله انا دفعت 500 والحسين الشهيد بعت بيت بعته طلع علي 500 ألف مال أربعة أشهر ما أدري خمسة يعني والله العظيم يشهد عليه يلا الله يكون بعونك تهمني يا أخوي رحم الله والديك وصلنا والله, والله العظيم 500 دفعت بيناتنا الله أو صفر 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 منا لما مات عبد الكريم قاسم الصورة صفر كل شيء ما الله حياك الله الله يساعدك عمي أنا تعبتك عمي شونك هلا عمي هلا ومرحبا عافيتك والله مو زينين احنا لا كهرباء لا مجاري حالنا ما تفيد كلش انا خبر حاجتك راتبه محجوز من 18 والهسه راتبه محجوز ليش؟ كملت لواحد والواحد سد وما يفعل يدفعونه والله وراحت اركض ايش واركض ايش وعجزت تعبت اي بدي اسالك عن وضع الفلح هنا شلونه؟ مو زين وضعه مو زينه كلها مو زينه اي مو زينه والله كلها كل ما يقول لك الصوارة معروفه كلها مو زينه والله تفرد هاي فلح الميه توصل قوه بفلوسك مليون الفلاح ينطي مليون ونص والله العظيم حاطها ماي واحد ما اجر مليون ونص يلا صنع مي ماي حاجه شو يحصل هاي هي والله مستورد عمي كلها والله العظيم الله يساعدك حبيبي تعال تعال قواك الله شلون عافيتك؟ مرتاح ان شاء الله الله يخليك مستورد عمي كله كله مستورد؟ كله وكله مستورد زراعة صفر ليش ما تشترون منه؟ ها مين يشتري؟ مين يشتري من الفلاح؟ شكو عند الفلاح؟ يزرع الفلاح لو ما يزرع نهائيا يزرع الفلاح اي لا مي لا اسمه كيمياوي لا كل شيء ما عن وضع مستورد اسمه الخيار مستورد هاي مستورد كله مستورد ايران مصر تركيا مشمش الو هاي الشغلات كلها مستورد وضعكم الشباب هنا شلون شغل صفر كش عماله اكو عماله وينكو عماله جدوى عم هسه جدوى بطاله صفر والله العظيم خلنا خدمك
هنا الفقير طايح وبالراتب ضام راسه. ابو الراتب يستلم له 7 ملايين 5 ملايين بالشهر. وينك واحد يستلم 7 ملايين؟ ليش؟ ليش ما يستلم هنا 7 ملايين هنا؟ يعني ما حيستلم بال 3 ملايين؟ جيد. راتب راتبه مليون، معلم راتبه 3 ملايين. يدخل دورات هو مطلع ال 4 ملايين 5 ها؟ واحنا طايحين بيها بيوم ما تريد تسوي مظاهره شياطين يضمون روسهم. يقول لك انا ابو راتب يروح راتبي. وطايح بيها الفقير. يا ابن عمي. اللي ما عنده شغل يعني الله ماكو طار الله. الله راح. إذا راح الله بالعراق احنا نغادر نطلع من العراق. عرفت شلون؟ يعني تعبنا بالعباس تعبنا، لا راتب شبكة. أنا شرطي، كنت شرطي وبطلت بال 2008 بصولة الفرسان. نور المالكي الطبيعي يومين طلعنا شب بصولة الفرسان شلون صارت مال البصرة. يومين وخرت من دوامي ختلت البيت بيمن بزويري جاد. جيت قالوا تم الفصل مالك. يومين وعندي كتاب موجود وموثوق موجود عندي بالبيت. حاولت ترجع رحت راجعت طفنا القائد مال واسط. ليش؟ والله ما ادري، انا عندي الكتاب حتى ابو الاداره قال لي. قال لي اصوليه وبها وثائق. عندي كتاب الوزاره مو فصلون وطون الكتاب. احنا 216 واحد. ال 216 واحد من عندهم اربعه اللي من ضمني والباقيين ما ادري مين يجون. يقولون احنا مشمولين. عمي قلت له انا دوم مركز الخلود. انت مو جاي. بال 2008 مين جيت؟ ما ادري مين تراجعت هاي هاي ما صار شهر شهر والله العظيم يعني حلال حرام انا عندي كلها واقفه تهمني كيف لك العباس ابو فاضل وعندي خدمه 15 سنه خدمتي كلها راحت تلفز بالتلفز تهمني وهاي هنا ابيع عندي غازات حاط هناك شمبر مال غازات يوميا ابيع لدبتين ثلاثه تهمني حالي هو وضع ابن عمي الله ماكو كل شيء ماكو والله نجدي والامام علي خوش رحم الله والدك حبيبي عمي شلونك؟ شو اخبارك حبيبي؟ الله يسلمك نشكر قناه الرشيد بدون شكر هاي قناتكم عمي رحم الله جيناكم انتم جزيل الشكر وشفتوا معانا بالصويره شفتوا شوارع اللي تعبانه وحال الضيم يعني ماكو شارع به خير بالصويره كلها على الاطلاق كلها تعبانه ميانمار نعم تفضل قائم مقام موجود هنا؟ الدوائر الخدمية موجودة هنا موجودة بس كل شيء ماكو كل فعل ماكو يعني كل نتيجة وجهاء المنطقة تعاتبونهم يسولفون وياهم لو ما محرمة ما يفيد كل شيء ما يفيد يعني كل حجم كل شيء ما والله حتى وجماعة شيوخ قبلوا ماكو كل نتيجة اي ماكو الشوارع نفسها يقول يعني المستشفى تروح له غالي البنزين غالي يعني الامور كلها تعبانة بين ما صدرها تعبانة اي والله الله يكون بعونك الله يسلمك وعون هاي الناس جزيل الشكر حياك الله عمي وعون هاي الناس البسطاء الفقراء بصراحه يعني واحد والله ما ادري شو يسولف 2019 حياك الله عمي 2019 واحد يداعي براتب رعايه 2019 بهاي الخيرات اللي موجوده بالامكانيات اللي موجوده وهو ما عنده راتب 2019 وهو يقدم الشارع 2019 حاطط عربانه ويبيع بيها هذا مصيبه وكارثه على المعنيين ان يسمعون هذه قصص مو بس مناشدات هذه قصص ناس عايشه بالقوه وعايشه على الله ما اعرف شلون يعني بصراحه عايشه يعني معقوله وصل الحال بهذه النتيجه قضاء الصويره قضاء الصويره اقوى قضاء بالعراق كله بوابه الحمطه والغيره والموسم عندهم يعني لا هي هسه وبعد هسه وبعد هسه اقوى سايلو بالصويره سوى اقوى بالعراق اقوى يعني اقوى شغالي شغال بس انت بيوم الموسم يعني انت قضاء سنك يعني هاي حفره انا هسه عندي مكان مرخصك ليش جاي بس انا بتعد لا انا هسه عندي يعني حاجك عن نفسي انا اهلي بتجوز من قضاء الصوره تابع الصوره انا هسه عندي مكان حلو احسن من هذا هاي مكان حلو اوجه الريف احسن من المدينه يعني هسه لك بالله كم قبل الدجاج انت مشو دكم وبعدين ايران انت هسه قلت لك على انت اي قناه تجي تقول لك انت استيران ايران سدوا الحدود الايرانيه ما يسدونها بس حكي بدون فعل يعني فعل ما شاكر فضلك يا حاج لا احنا نريدك من تجي لازم تسوي شيء انت المفروض صحيح يعني احنا تعبان انت محكم انت عبد مامور احنا هسه وياكم عبد مامور انت ايه زين والناس اذا ما تسمعنا احنا راح نرجع ونتصل بيهم وهسه من هسه ندعو انه سيد المحافظ وندعو كل مدراء الدوائر الخدميه اللي موجوده بهذا القضاء تحديدا انه احنا نرافقهم فديوم ونطلع وياهم ويا الناس
ويدلونا بالشغل الزين ويدلونا بالشغل الموزين. استاذ العزيز زاد احمد جيتنا ثلاثه بالش... لا لا تعال لنا بشهر 11 تلقى نفسك شو يشتغلون وين متبشتيه نفسك. لا تتعب نفسك انت، لا تتعب نفسك، ارجو المعذره. احنا حياك الله عمي. حياك الله انا يعني انا حياك الله عمي. بس انا باختصار دقيقه بعد شلونك. حياكم الله واهلا وسهلا بقناة الرشيد، ونشكر هاي القناة المواظبة لمعاناة المواطنين، واحنا ممنونين منكم. بس احنا نلتمس من عندكم يعني هاي ولايتنا وديرتنا، يعني المنطقة الوحيدة المحرومة من الخدمات هي الصويرة. يعني الصويرة منطقة عريقة، يعني منطقة كبيرة ومنطقة عشائرية، وانسان الطيب تلقاه بهالمنطقة هاي الكريمة. ليش يعني انتم الحكومة، انا اوجه رسالة للحكومة الرشيدة حبيبي، الحكومة لو ما الله واحنا وهاي المواطنين هم شلون صعدوا؟ يعني صعدوا على شتوفنا وعافونا، وهاي الولاية شوفونا تعبانة وماكو ما حد جاي يجي ويخدم هاي الولاية مع كل الأسف. واحنا نشكركم جزيل الشكر واهلا وسهلا بك شيخ ابو زهراء، شيخ عشيره ابو علي الدويشات. حياك الله بالمحافظه مجلس عمي. انا هسه باق وياكم، بس خلي اختم. نعم مشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله مره ثانيه في الميدان مع اهلنا وناسنا واصدقائنا والناس اللي يتمون علينا. احنا تواجدنا وياهم تواجد ميداني لاجل نقل واقع الناس وواقع الحال اللي عايشين به بالصويره وغير الصويره. نتمنى انه تشوفون هاي المناشدات وهاي القصص سمعوها، وبلكت الله اهل الضمير اللي موجودين يتحركون على هالمناطق اللي جدا تعبان. تحياتكم، انا احمد ركابي وزميل رافقني علي نادم، نشوفكم باكر بغير مكان في امان الله. بالتاكيد احنا دائما نحتاج الى صحوه ضمير من المسؤولين، صوت الناس وهاي الحرقه اللي موجوده بصوتهم وبنبره صوتهم وبمطالبهم هي ما جت من فراغ، هي مطالب حقيقيه بسبب شعورهم بالظلم والحيث. مشاهدينا مستمرين مع باقي فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، بالتأكيد ما أعرف إذا أكو فاصل صغير، لو مستمرين اليوم